جوهرة شمال السعودية. حائل. أرض حاتم الطائي، ابن هذه المنطقة وأمير قبيلة الطي. صحراؤها ساحرة، حوالينا مناظر مرة خيالية، تتحول إلى ساحة تنافس بين الشيفية. أنا جاهز للقتال، كل تركيزي وكل همي في الطبخ، وحكام يصعب إرضائهم، فالفوز يكون من نصيب من؟ دبر أكلك الأحد المقبل في الأوقات التالية على كويست عربية.